كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من تأمين مواقع استراتيجية في منطقة كرش بعد طرد مرتزقة العدوان وعناصر القاعدة منها. وتواصل قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمها باتجاه معسكر لبوزة. إلى ذلك هز انفجار عنيف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، أعقبه انفجارات متتالية وإطلاق رصاص. وقد تضاربت الأنباء بشأن الانفجار. مصادر محلية ذكرت أن الانفجار ناتج عن استهداف الجيش واللجان للقاعدة الجوية، فيما أفادت مصادر أخرى بأن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة استهدفت تجمعات لقيادات العدوان ومرتزقته، أعقبه اشتباكات في القاعدة. في مأرب صد الجيش واللجان الشعبية محاولة